بعد انقطاع لمدة عامين بسبب أزمة كورونا. عاد المعرض الدولي للكتاب العربي في اسطنبول بنسخته السادسة، فاتحاً ذراعيه لعشرات الآلاف من الزوار في أيامه الأولى. معرض اسطنبول الدولي للكتاب العربي هذه السنة تنظم الدورة السادسة، طبعا بمشاركة أكثر من 250 دار نشر ومن 23 دولة. إذا هذه الدورة جاءت بعد انقطاع لمدة سنتين. الدورة السابقة كانت في عام 2019، وهذه السنة أو بعد سنتين من الانقطاع عاد المعرض من جديد. الجمهور كان متعطش جدا لهذا الحدث أو لهذا العرس الثقافي العربي العالمي، لذلك سجلنا إقبال كبير جدا من الزوار، من العائلات العربية، من القراء العرب، من مختلف الجاليات العربية. التنظيم العالي للمعرض وارتياح دور النشر شجع حركة التسوق المكتبي في المعرض، وخصوصا أنه يأتي في ظل ظروف لجوء يعيشها أغلب القراء العرب. طبعا هناك عطش كبير للكتاب العربي في دول اللجوء، بالأخص بالدول الأوروبية أو في الدول الأجنبية التي لا تتكلم اللغة العربية. ففي تركيا الآن يوجد استقطاب كبير بدعم من الحكومة التركية، بدعم من غرفة التجارة التركية للمشاريع، هكذا مشاريع في جانب القراءة والمطالعة. الكتاب الورقي ما زال له مكانة مهمة عند القراء رغم مزاحمة الكتاب الإلكتروني له، والإقبال على الكتاب الورقي مؤشر على بقاء شغف المطالعة والقراءة عند رواد هذا المجال. المعارض هي أحسن وسيلة لتلاقي الأفكار، لأنه في المعرض تجد من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين الكتاب والمفكرين بكل العلوم بكل الثقافات، يعني وسيلة من وسائل التلاقح الفكري بين العالم هو المعارض. لأنه حتى لو عملت أنت منتدى ولا عملت محاضرة ولا يأتيها ناس قلة من الناس، ناس مفكرين، لكن في المعرض تجد فيها كل شيء. اثنين، الكتاب الورقي لا يستغنى عنه لأنه هو الأساس. الكتاب الورقي ممكن تعلق على الكتاب، تحشي عليه، صحح فكرة، فبالتالي تغني. هذا المعرض مهم جدا، خصوصا الأتراك الآن يهتمون إلى هذا المعرض، هم يأتون إلى هنا لكي يشتروا كتب باللغة العربية، وأيضا هنا يوجد مثلا كتب باللغة التركية لكن مترجم إلى اللغة العربية، وهذا الكتب أيضا دليل، يعني يوجد بيننا تشابه بين الأتراك والعرب، وهذه الكتب دليل لهذا الشيء. معرض الكتاب العربي في اسطنبول قيمة ثقافية بدأت تأخذ صداها الواسع في شتى أنحاء العالم المقبل على كل ما هو مكتوب بلغة الضاد.